ماشي ملي تفكرك ملي تكون محطوط شراب والخمر ويقول لك اجي راه زاهيه وكل شيء على حسابنا. ماشي داك اللي جبد لك الباكيه والعلبه ديال السجائر ويضعها بين يديك ويقول لك خذ لا تخف لن اسالك ثمنها. هذا ماشي هو الصديق. ماشي داك اللي يقول لك تمالك صاحبي معقد يلا نمشيو نشوفوا البنات وعزكم الله يلا نتصاحبوا مع البنات ونعرفوا البنات في الحرام. ماشي هذا هو الصديق. الصديق هو الذي يذكرك بالله ويقول لك يا فلان اتق الله لا تدخل في ذلك القرض الربوي فهو حرام والله عز وجل يرزقك من فضله. الصديق هو اللي يقول لك يا فلان هذه النظره راه حرام وهادشي اللي كدير فيه انت راه حرام وهذا الاختلاء ديالك انت بهاد المواقع الاباحيه فراه حرام ماشي ما كدير فيه راه ما هواش. اتق الله رجع عن الشيطان. هادو هما اللي قدك ينفعوا يوم القيامه باذن الله عز وجل. فيقولون اي رب الجنة بلذاتها وأطيبها وفاكهتها وكل شيء فيها والله يا رب لا تحلو لنا حتى يكون معنا أخونا فلان فيها فشفعنا اللهم فيه. فيقبل الله عز وجل شفاعتهم فيقول لهم ادخلوا إلى النار واخرجوا منها من تعرفون. فيدخلون إلى النار فيخرجون أحبتهم.